نتعامل يا عهد ومشاهدينا مع الشخص المزاجي، الشخص متقلب المزاج. يعني شلون نعرف مزاج هالشخص؟ يعني في اشخاص شوي مروق تلفين ترجعي له، شوي المعصب، هذه من اصعب الشخصيات. إيه؟ مجاهد اللي يصعب علينا التعامل معها فعلا. وبخصوص هالموضوع معنا المستشار التعليمي الدكتور محمد العامري. يا اهلا وسهلا فيك. اهلا ومرحبا بكم صباح السعوديه. دكتور محمد، بالبدايه معلش مجاهد اقطعك، كيف مزاجك اليوم معنا في البرنامج؟ الحمد لله، ان شاء الله انه تمام دائما باذن الله. الله يسعدك. تعريف المزاجيه، مزاجيه الشخص، هل هي صفه شخصيه يعني يكتسبها الشخص او انه من ضمن الجينات؟ احنا لما نتكلم عن هذه الشخصيه تجدنا دائما انحني، منحني اجتماعي عندنا. احنا نتكلم كذا نصف شخص عندنا، ما هو احنا نعتبره كانه مضطرب، يعني هو ما اقدر اتنبأ بمزاجه. اليوم ممكن مزاجه مروق، بعد شوي يكون مزاجه غير جيد. هذا تعبيرنا احنا الاجتماعي لوصف هذه الشخصيه. اما التعبير العلمي عندنا احنا نسميها الشخصيه الحديه، او نسميها شخصيه البوردر لاين، اللي الشخصيه الموجوده عندها دائما ارتفاع في المزاج عالي. اذا وجدته انت في ارتفاع المستوى العالي، ارتفاع المزاج، يكون جدا مروق، شخصيه رائعه جدا، شخصيه ابداعيه، شخصيه جميله، عندها تواصل جدا رائع مع الناس. واذا انخفض اللود، سبحان الله، عكس الشخصيه الاولى بالكامل، شخصيه مدمره، شخصيه انفعاليه، شخصيه ممكن يتصادم مع الجميع كلهم، يرفع صوته بشكل كبير، ممكن يكسر الشيء المحيط ويشعر الناس كلهم يكرهون. يعني يا اسود يا ابيض. طيب كيف نقدر نتعامل مع دكتور محمد، مع الشخص المزاجي بشكل عام؟ لازم نحط اول شيء قناعات عندنا عشان نفهمه. لازم اول شيء نفهم هو كيف تتكون عنده مزاجه الشخصي. هو بالنسبه له مزاجه الشخصي انه هو الدائم عنده، الفرضيه الاولى ان الدائم له انه دائما اللود عنده ممتاز، يعني دائما هو في المستوى الاعلى ممتاز. صحيح. انما احيانا يحصل لظروف معينه، اما جسديا او لظروف مواقف تستثار عنده موجوده معينه، او عنده شيء معين هو يخاف منه دائما، كلمه الهجر، إن أنا راح أزعل منك، أو إن أنا ما راح أكون راضي منك، أو إنك أنت تهجم على هويته، يعني أنت تنتقده في هويته على طول. هذا الموضوع أو شعوره بالقلق، هذا الموضوع مباشرة يخرجه عن طوره، فيتحول للشخصية الثانية تماما. ولذلك يجب أن احنا نتجنب، إذا شفنا أنه هو بدأ يزعل، بدأ يثور، أتجنب وأحاول أنسحب من عنده أفضل إذا كنت أريد أكسبه. طيب كيف ممكن أتعامل مع مثل هذا الشخص اللي عنده حالة مزاجية، سواء كان مدير في الدوام، طبعا عبد العزيز صباح الخير، طبعا لو كان مدير في الدوام أو كان زميل في العمل، وبيني وبينه عمل لازم أكون متواصل معه طول الوقت، كيف أتعامل مع هذا الشخص؟ يخلونا نفرق ما بين شيئين، ما بين الشخصية الحياتية اللي كل يوم تتغير معنا، يكون عندها شوية، وبين الشخصية المرضية. جيد. بالنسبة للشخصية العادية اللي جالسة تتغير كل شوية، المفروض أننا أعرف أول شيء المنطقة الزمنية اللي احنا موجودين فيها، الشخص هذا الموجود قدامي إيش الخلفيات السابقة اللي مرت معي فيه، واعرف انه متى يكون يعني معصب، متى يكون غير معصب. انا اذكر كان عندنا مدير اذا دخلنا الصباح بدري وهو مسوي النظاره زي كذا، لا تكلمه. يعني لا، انت الان لو كلمته انا راح يزعل. حلو. خلاص راح يثور. هذه ليست الشخصيه اللي نتكلم عنها، اللي هي الشخصيه الحديه. انا اتكلم هنا عن شخصيه طيب لها طبع، لها نوع من السلوك موجود عندنا، قد يكون عندنا اضطراب سلوكي اكثر. ممكن تقرا التفاصيل تتعامل معها. نعم، ممكن اقرا التفاصيل، وتلقى حتى اطفالنا الصغار صاروا يعرفون، يقول لك لا تقرب من ابويا الان، لا تقرب منه، لا تكلمه الان، لانه دحين ما هو مروق. جيد. البعض منا يربط هذا، لما تكلم عن الشخصية العادية، البعض منا يربط حتى مزاجه، يربطه بأشياء سبحان الله، بافتراضات، إن أنا اليوم شربت القهوة مروق، اليوم ما شربت القهوة حقي، حتى الآن ما روقت. جيد. فمفترض إن أنا أقرأ الشخص الموجود أمامي، خاصة إذا كان مديري، مفروض يكون عندي نوع من القراءة الدائمة له، أعرفه من خلال حوارات. هو طبعا دائما مثل هذه الشخصيات تعطيك افتراضات حول سلوكه، يترك أثر، إنه يعني يترك علامة توضح لك إنه هو الحالة المزاجية اللي عايشها. هو يقول لك، هو يقول لك ترى أنا لما اشرب شاي ما نام، والليل كله اضطرب. إيه؟ معناه في الليل اذا شرب شاي معناه انه يكون عندنا انزعاج. يقول لك انا لو جيت الصباح بدري وما شربت قهوه ما راح افوق، اذا لازم اتاكد اني شرب قهوه عشان يفوق. هو يقول لك، هو دائما عنده افتراضات، قواعد يحطها، هذه الافتراضات تحكم مزاجه. صح. طيب دكتور محمد، بس عندنا استطلاع نشوفه، سالنا الناس كيف تتعامل مع الشخص المزاجي، نشوفه ونرجع لك ان شاء الله. لابد تعامله مثل ما تعامل الطفل، الطفل شفت انت يخرب يكسر شو تسوي له؟ تعامله يعني تنزل له، لازم تنزل له، المزاج كذلك لازم تنزل له، إذا عصب تهدي. يعني بالعربي تسكت، ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كنت غاضب وأنت واقف تقعد، وإذا كنت قاعد على قول تنام. طبعا نفس النظام، هذا لابد تتعامل مع المزاج بهالطريقة. والله الأشخاص المزاجيين إذا كان أحد يعز علي، يعني صديق لي يعز علي، نبغى نمشي معه على يعني نسايس الامر شوي. والله اول شيء اتفاهم معه واتكلم معه بهدوء واشوف وش يبغى بالضبط،
إذا خلاص مسك على مزاجه خلاص امسكهم بالمعروف أو تسلم على المعروف على قولتهم يعني أسفها. والله على حسب الشخص اللي يتقابل، إن كان كبير سن أو صغير سن أو امرأة، على حسب يعني. زي الصغير السن لازم له تعامل خاص طبعا، لازم أول حاجة على قولتهم تعرف إيش يبغى، سائر مزاجه في بعض الأحيان، بعض الأحيان ها على قولتهم خاصة للتعامل مع الأطفال. أما كبير السن فلازم على التقبل منه، خاصة إذا كان قريب منك أو إنسان يسألك، تعرف بما أن في مجال الحياة يجيك شخص يسألك، في مجال عملك معرض له، فلازم تسايرهم على كل حال يعني في هذه الأحيان. المزاج طبعا لازم تطيع على جوه، لأن أكثرهم يكون يا صديق يا قريب أو أخ أو شيء، فأعطيه على جوه حسب ما يكون هو. إذا زعلان بخف عليه شوي، شفت أنه حاليته وسط يعني النفسية، أحاول أني أمزح معه أو أضحك معه، أعطيه موضوع فكاهي ولا شيء، لعله وعسى أنه يفك منه الجو اللي هو فيه. كانت هذه أبرز ردود فعل الناس كيف تتعامل مع الشخص المزاجي. نرجع لك دكتور محمد، أبغى أسألك، الشخص اللي عنده الحالة هذه المزاجية اللي ما نقدر نقول مرضية لكن نقدر نقول، وشلون يسوي كنترول عليها؟ هو الإشكالية اللي عنده أنه عنده اندفاعية عالية جدا، يعني هو مبالغة جدا في السلوك، يعني شيء غريب جدا، سريع جدا في ردات فعله. في الأيام الطبيعية العادي في المزاج الجيد تجده في الأشياء الإيجابية هو أصلا سريع، يعني فلنقول ان احنا قررنا نروح نشتري شيء، يعني مثلا تكلمنا جلسه وتحدثنا ان في عندنا شماغ معين نبغى نشتريه، على طول اول ما ينتهي الجلسه تلقاه يتصل يقول انا الان في المحل ترى الان صرت اشتري. هو هذه طريقته، هو سريع مندفع جدا، مندفع جدا، اندفاعي بشكل كبير جدا. لما نروح للحظات السوء عندما ياتي المود السيء عنده، تكون عنده اشكاليه الاندفاع هذه تجعله يقلب المشاعر رفض تام. يعني مثلا اعطيك مثال، مر علينا موقف هذا مفروض يكون عندنا حزن، هو ما يعتبره حزن، هو يقلب الموضوع يصير هلع، يشعرنا الموضوع فزع غير طبيعي ويخوفك، وفجأة يغمى عليه ولازم يسوي انه لازم تحت يعني ألم شديد ولازم كنا نتعاطف معه. طيب إذا مر عليه يعني موقف انك انت قلت له كلمة، الكلمة دي ممكن يجعل منها موضوع كبير، انت تقول لي كذا وليش؟ وفي الحالة الثانية يكون يتقبلها بشكل طبيعي. نعم، في وقت ثاني يتقبلها بشكل صحيح. لذلك هو يقلب المشاعر، مثلا مشاعر الهلع الحزن يخليها مشاعر هلع، مشاعر مثلا إنما تقول له أنا بيني وبينك خلاف يعتبر أنك أنت رفض كامل وعدم تقبل. طيب دكتور محمد، بس خلينا نحدد الموضوع شوي، المزاجية تكون غالبة أكثر عند النساء ولا الرجال، وإيش تكون أصعب لما تكون عند الرجال ولا النساء؟ هو فيه يعني هو فيه عندنا الآن نقدر نقول عند الفئتين موجودة، لكن تعرفين بموجود أنه الشخصية المزاجية لها أكثر لها علاقة بهرمونات داخلية موجودة عندنا وبطبيعة الغذاء. صحيح. وهذه الهرمونات استروجين يغير بشكل كثير جدا عند المرأة مع اضطراب الدورة الدموية أحيانا، وأيضا الغدة الدرقية. صحيح. جيد، كل هذه الأشياء تؤدي اضطرابات عند المرأة أكثر من الرجل، ولذلك يحصل معنا مع دورة المرأة النسائية وأيضا حالات النفاس ما بعد النفاس واكتئاب ما بعد الولادة، كل هذه تأثر على من؟ على المرأة. لكن لاحظ برضو عند الرجل أحيانا بعد الإجازات يحصل معنا أيضا نفس الشيء، اكتئاب ما بعد الإجازة ويؤدي نفس العملية، لكن حاليا يقدروا يقولوا أنه نسبة عند المرأة أكثر كثيرا. بس تكون صعبة أكثر عند الرجل ولا المرأة؟ يعني صعب التعامل معها أكثر عند الرجل. ما هي تاركت كليت تقول صعوبة أقول عندنا وخلص هي صعبة في كل الأحوال، حقيقة هي صعبة في كل الأحوال. إذا لم يكن الشخص المقابل له عنده القدرة على الحلم والأناة وتقبل الآخر، وحنا شوية من التغابي وحنا شوية من التفوي نشيله هالمرة، نخسر هذا الشخص كثير. طيب بعض الأشخاص، ما نتكلم عن الطرف الثاني، بعض الأشخاص يسمون الطرف الثاني هذا النفسية جاء، هذا اللي فيه وجاء، هل هذه تزيد الحالة عند الشخص، الحالة المزاجية إذا صار فيها، إذا صارت مرتبطة فيه والحولة يعني اللي حوله صاروا عارفين عنده هذه الحالة، تزيد عليه؟ إيه، لأنه إحنا عندنا في حاجة اسمها البصمة. إيه، يعني بصمة الشخصية، إن خلاص إذا بصمنا الشخص بشخصية معينة إحنا نتوقع كذا إن إحنا جالسين نعالج الموضوع، هو يصير بالنسبة له عذر. يعني أنت مش عارفيني، أنا كذا مزاجي يا أخي، فيصبح بالنسبة له عذر الآن إنه هو ينتهك الآن المواقف، يرفع صوته أحيانا، يغير مزاجه بشكل كبير جدا، لأنه يرى إن هذه صارت عنصر ممن بعضهم يفتخر فيها، يقول ترى انا مزاجي، ترى انا نفسية انا. اي صح. والان لما حصل عندنا نوع من المزاح في تعرف ما تواصل يعني وسائل التواصل الاجتماعي الجديده وكذا، اصبح موضوع مجموعه من الشباب يعني يرون انها جزء من شخصيتهم يفتخرون بها،
وبالتالي هي اصلا هذه الشخصيه ترى تظهر كثير جدا عند الناس اللي نشوفهم احنا نقول عنهم التفحيط والدرباويه وذول الناس بتظهر عندهم كثيرا اصلا هي تظهر عندهم واصلا هذه بعض السلوكيات الموجوده عندهم. فتخيل لما يكون عند الشباب احنا نحطها كنوع من التفاخر ستؤدي ان بعض الشباب وبعض البنات يتحفزوا من يدخلوا هذا المجال. ولذلك يجب ان يعني نحاول اذا عرفنا هذه الشخصيه ما نحاول نصمها ابدا, ما نغذيها ولا نضحك عليه لما يحصل هذا الكلام صح. ولا نمتدحه ولا نقول له ما شاء الله عليك اليوم مروق, ولا نقول له انت ما شاء الله عليك غير مروق, انما نتعامل معنا شخصيه عاديه. صحيح. طيب دكتور محمد في نهاية اللقاء نبي منك مثلا نصايح توجهها للناس اللي يتعاملون مثلا بشكل يومي أو بشكل كبير مع الأشخاص المزاجيين سواء من أفراد العائلة أو مثلا بالعمل أو الدوام. نقول له اعرف 4 أشياء واحذر منها لأن هذه الشخصية موجودة عنده, وركز على 4 أشياء. اعرف أن هذا الشخص دائما عنده 4 أشياء تعتبر بالنسبة له صاخنة. موضوع الهجر, نقول أنا سأتركك ولا أنا راح أطلقك ولا, هذا بالنسبة له حساس, يعني حساس جدا. الموضوع الثاني موضوع الهوية, أي انتقاد له هو ما يعتبره انتقاد لشخصه, هو يعتبره انتقاد لهويته الذاتية, تقديره الذات كله ينتهي. النوع الثالث اللي هو موضوع الحديث عالي الصوت بالنسبة له يعني يجعله مشكلة, حتى لو كنا مثلا مجموعة جروب واتساب وقلت له كلام عالي الصوت هذا بالنسبة له يثيره. صحيح. النقطة الرابعة هو دائما يرى أنه ضحية. إيه؟ يرى أنه دائما ضحية للآخرين, وبالتالي لا تجلس عنده ضحية أكثر, تشعر أنه هو ضحية ويتماوت. ولو جاي يشتكي لك مشي الأمور, يعني اسمع منه مشي. 4 أشياء ركز عليها عشان ننجح معه. حلو. رقم 1 إذا كان في المود الجيد تعامل معه, إذا كان في المود الأقل لا تتعامل معه, حاول تنسحب. النقطة الثانية لا تعلق على تصرفاته عندما يزعل لأنه ممكن يكسر الأشياء, ممكن يكسر المحيط به, لا تعلق عليها. النقطة الرابعة دائما امتدح قدرته على الحوار, قدرته على النقاش. اندفاعيته يجب أن تكون موجهة من خلال خطة عمل. يعطيك الصحة وكل الشكر لك الدكتور محمد العامري مستشار تعليمي وتربوي, نورتنا في صباح السعودية. شكرا لك كل شيء. شكرا.